السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على طلب بعض الأخوات غادي ندير لكم كيف تنشئ حساب جيميل. وطبعا احنا دابا على أبواب 2020 وبزاف الناس مازال ما تعرفوا ينشئوا حساب جيميل. باش ديري جيميل خصك اولا يكون عندك في الا كنتي دابا تخدمي على اللابتوب ديالك خص يكون عندك جوجل هنا من هنا تجبديه او تجبديه من المكتب سطح المكتب. ها هي جوجل تكون عندك محمله عندك في سطح المكتب. الا كنتي بالتليفون بحال هذه حتى هي غتجبريها واحد الايقونه تتكون عندك في التليفون تضغطي عليها. كي تضغطي عليها تتديك لهاد الصفحه ياك. ومن بعد نضغط ندير ندخل الجيميل تيعطيني تيحولني لهاد الصفحه. هاد الصفحه هادي هو جيميل انشاء حساب مساعده. تنضغط عليها تيديني لهاد الصفحه. انا دابا اختصر لكم الطريق. هاد الصفحه هادي تيقول لك الخطوات اللي فيك قراوها ما فيها باس. الخطوات اللي غادي باش تدير بها ها هو قال لك تبع خطوات التي تظهر على الشاشه لاعداد حسابك. انا ما نقراها لكمش غادي نديرها لكم عملي. غندير انشاء حساب غنضغط عليها تيديني لهادي. كي غيديني لهادي تيعطيني تيقول لك انشاء حساب لك على جوجل. حساب شنو؟ حساب جوجل ها بريد الكتروني. هادي تندير تدير اسمك فاتين وتدير اسم العائلي او الاسم الذي ينادونك به يعني اسم الدلع. مثلا انا ماما تتعيط لي فاتينه اذا فاتينه. وجيميل هذا ما تيدار غير بالحروف اللاتينيه هي اللي ا بي سي دي اف كل شيء عارفها شنو هي الحروف اللاتينيه. تتختار مثلا انا غادي ندير قناه يوتيوب وبغيتها تكون كلها خاصه بالزراعه وداكشي غادي ندير واحد الاسم قريب لداكشي اللي تنبغي في الزراعه. مثلا انا تنعشق دراغون فروت او شجره التنين او فاكهه التنين. راه دايره عليها واحد الفيديو انا اللي بغى يعرفها شنو هي يدخل عندي راه دايرها ويعرف شنو هي فاكهه التنين. وعطاني مقترحات المتوفره اللي كاينه. شنو يعني متوفره؟ يعني هادو ما واخدهم تحد ودايرهم ايميل. لا انا غندير هادي ونشوف غنجرب حظي فهمتي. غندير هادو ونجرب حظي ونشوف نشوف شنو غادي يوقع. ومن بعد غادي من بعد غادي نقبض نجرب حظي ونشوف واش دراغون فروت 0020 0020 كاينه واخدها شي حد ولا ما كايناش. كي غادي هنا غادير استخدام عنوان بريدي الكتروني الحالي هو هذا من ذلك. وانا قال لك كلمه المرور. انا راه درت كلمه المرور وعاود حطيتها قال لك تاكيد كلمه المرور. مثلا تدير كلمه المرور اللي بغيتي مثلا غير ما تكونش كلمه المرور مثلا فيها اسم ديالك او اسم هذا تديرو هنا هو نفسه او فهمتي. اختار عليك اي اختراع اسم الكلب ديالك ولا القطه ديالك قدامها شي اشارات ارو قدامها شي اشارات زائد ناقص نجمع ما عرفياش حروف كبيره حروف صغيره ديال اللاتينيه فهمتي. خلطوا باش يكون صعيب وخصها يكونوا 8 ديال الحروف ما فوق. يعني فيك تزيد فيك دير 10 فيك دير 12 الحرف باش ديال كلمه المرور. ومن بعد نضغطوا التالي غنشوف علاش غيقبل لي هذه ولا لا. انا ضغطت التالي شوف على الله يقبل لي هذا الاسم. ها هو قبله وقال لي رقم الهاتف. ها هو قبل لي صافي دراغون فروت 0020 ولات عندي دابا ولا عندي بريد الكتروني او جيميل ديالي سميتو دراغون فروت 0020. دابا هنا انا في المغرب قال لك رقم الهاتف ديالك ولكن اختياري بغيت ندخله دابا او ندخله من بعد على خاطر ما تنساوش يكون كل شيء قيدته. هذا الشيء اللي درت قيدته عندك كارني وستيلو. اي حاجه دخلتي هنا حطها في الكارني باش كي الا مشى لك الايميل او نسيتي او شي حاجه تتهدى. التالي
ضربنا التالي هنا خصوصيات البنود. كي تدير بحال كي تدير شي ايميل تيعطيك خصك تتوافق على الشروط ومشحال من حاجات لازم. الا ما وافقتيش راه ما غادي ديرش بريد الكتروني. وافق لما وقفتيش على الشروط كلها اللي كاينه. اللي بغى يعرف شنو هي الشروط يدخل ويقرا على خاطره بشويه بشويه. وهو قال لي جوجل اكونت ديالي سميتي فاتنة، هذا هو الحساب ديالي وهذه هي صافي. وهو ولا عندي ايميل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي اسئله او استفسارات او توضيحات خليوها لي في التعليقات وان شاء الله انا نجاوبكم عليها بصدر رحب. ما تنساوش ان شاء الله هذا بارطاجيو على قد ما تقدروا بارطاجيو باش كل انا بغيت 2000 قلت 2020 ما تبقاش شي وحده تسقسي كيف ندير ايميل او كيف ندير جيميل او بريد الكتروني. فهمتي حتى وحده بغيت كل شيء وليت البنات والاخوات والاخوان وكل شيء يعرف شنو يكون يعرف يدير الجيميل ديالو. خليتكم على امان في امان الله وحفظه والى الملتقى.